رفع كفوفه ويدعي له يحفظه رب السما يصونه وخلف سلطان الفخر اللهم امين يا رب العالمين. صباحات الخير مجددا لكم مشاهدينا الكرام، ونرجع لكم الى برنامج قهوه الصباح، محطات مختلفه ومتنوعه، وهذه المره الحديث سيكون على البحث الحائز على الجائزه الوطنيه للبحث العلمي فئه الطاقه والصناعه لحمله درجه الدكتوراه. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اعلنت عن فوز المشاريع البحثيه اللي عددها 12 مشروع بحثي في 6 قطاعات. اليوم احنا راح نركز على احد البحوث مشاهدينا الكرام الفائزه في هذه الجائزه، والحديث سيكون بتفاصيل اعمق واوفى مع الدكتور شهم رجب العلوش، استاذ مساعد في الهندسه المعماريه قسم الهندسه المدنيه والمعماريه بكليه الهندسه بجامعه السلطان قابوس. مرحبا بك استاذ دكتور، سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح، ونبارك لك ايضا هذا الفوز وهذا الانجاز. الله يسلمك استاذ سيف، وشكرا على الدعوه الكريمه، وصباح الخير لكم استاذه حوراء، وصباح الخير للمشاهدين الكرام وين ما كانوا في الصباح الجميل من حديقه القرم. شكرا. اهلا وسهلا بك دكتور، وان شاء الله ايضا تستمتع بهذه الاجواء الطيبه والحديث معك يكون شيق. طيب دكتور، في البدايه خلينا نتحدث اكثر عن تفاصيل البحث، امكانيه توفير الطاقه الكهربائيه في المباني السكنيه في السلطنه، وعلاقه ايضا هذا البحث برؤيه عمان 2040. جميل استاذه حوراء، لو تسمحي لي ابدا، انه البحث العلمي هو عمل تعاوني بطبعه. بس النجاح في البحث العلمي وتحقيق بحث علمي له تاثير على الواقع وليس يوتوبي نظري، بيتطلب فريق متعاون، فريق على قلب واحد ومتكامل المهارات. نعم. ويتطلب ايضا مؤسسه داعمه وبيئه مشجعه. والحمد لله نحن في هذا البحث كان عندنا فريق، بحب اشير لهم طبعا، الدكتور صالح الساعدي اللي هو الباحث الثاني في البحث معنا، اختصاصه بأنظمة الطاقة في المباني من جامعة السلطان قابوس نفس القسم، ومعنا الدكتور حسام الوعر اختصاص استدامة وبيئة حضرية من جامعة دندي ببريطانيا، والبروفيسور كامل الخالد اختصاص رياضيات من الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا. وطبعا احنا نشكر جامعة السلطان قابوس والقسم والكلية على الدعم المستمر للأبحاث. بالنسبة لهذا البحث بشكل خاص، البحث نشر في مجلة من مجلات الممتازة عالميا المحكمة طبعا، اللي هي Sustainable Cities and Societies، المدن المستدامة والمجتمعات، واللي هي الامباكت فاكتور تبعها ومعامل التأثير مرتفع نسبيا 5.2 تقريبا 5.26. جميل. والبحث الحقيقة الدافع الرئيسي له على صعيدين، الصعيد الأول المحلي اللي هي رؤية عمان 2040، ممتاز، والصعيد الدولي اللي هو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. فمثل ما بنعرف أن رؤية عمان 2040 ترتكز على التنمية المستدامة. نعم. فحبينا نحن نصمم البحث لحتى تؤدرس أو لحتى يتعامل مع معطيات في اختصاصنا تلبي متطلبات رؤية عمان 2040. جميل. ونحن نشاهد أيضا مع المشاهدين الكرام دكتور لقطات ومشاهد أيضا من الحفل الذي أقيم إعلانا للمشاريع الفائزة بهذه الجائزة، الجائزة الوطنية للبحث العلمي في القطاعات الستة تحت رعاية صاحب السمو السيد دي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب. نواصل أيضا الحوار معك أيضا دكتور، وسؤال القادم وعودا أيضا إلى هذه الجائزة، بودي سؤالك يعني كيف جاءت فكرة مشاركتكم تحديدا كفريق بحثي أساسا في هذه الجائزة، وبوجه ومن وجهة نظرك الشخصية أيضا كقراءة لمجريات المشاركة هذه، ما هي أبرز المفاتيح والأسس التي أهلتكم فعلا لنيل وحصد أيضا هذه الجائزة؟ طبعا جائزه من يعني كل الباحثين طلعوا لها يعني في السلطنه، وهي حددت محاور ونحن لها علاقه مباشره باختصاصنا، فحبينا نشارك في هذا البحث للاسباب التاليه. اولا انه البحث يتعامل مع متطلب مهم واساسي للقطاع الكونستراكشن وقطاع البناء في السلطنه. زائد انه في ابعاد اخرى للبحث، انه فيه تعاون دولي مو بس سلطنة عمان، عندنا شركاء من جامعة دندي بريطانيا مثل ما ذكرت، ومن الأردن كمان. زائد أنه البحث في فترة قصيرة نسبيا صار له عدد استشهادات جيد بالنسبة لقطاعنا، استشهادات عالمية، بمعنى أنه أبحاث أخرى استخدمته
ليشتغلوا أبحاثهم. فهذه العوامل كلها ساعدت أنه البحث يترشح للجائزة، والحمد لله بتوفيق من الله تم نيل الجائزة. نعم. طيب دكتور، يعني كما من خلال حديثك استشفينا بالفعل، البحث يتحدث أكثر أيضا عن محتوى ممكن الطاقة. هنا لو نعرف المشاهد الكريم أيضا عن أنواع الطاقة، وأيضا الحديث عن كيفية بناء منزل منخفض الطاقة. الحقيقة ثقافة المنزل منخفض الطاقة أو ثقافة الاستدامة في المباني هي الآن ليست حاجة، بل حقيقة هي ضرورة. يعني لا، ليست حاجة فقط، بل هي الطريق المناسب للمستقبل. بمعنى أنه محتاجين نحن في عمان وفي الوطن العربي بشكل عام تعزيز ثقافة الاستدامة وثقافة المباني الموفرة للطاقة. المبنى الموفر للطاقة هو المبنى اللي يستهلك طاقة أقل بإجراءات تصميمية بسيطة غير مكلفة. نحن نسميه الباسيف هاوس أو الباسيف ديزاين، معنى بقرارات تصميمية في مرحلة التصميم الأولى، مثل التوجيه المناسب، اعتبار الشمس، اتجاه حركة الشمس، تحقيق التهوية المناسبة، استخدام مواد عازلة مناسبة للبيئة العمانية، استخدام زجاج بحمل حراري معين. نعم. كلها قرارات تصميمية لا تكلف المصمم أو صاحب المنزل الكثير، لكن بالمقابل توفر استهلاك الطاقة اللي هي ينتج عنها، لأن طاقة أحفورية في عمان ينتج عنها بالضبط، ينتج عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللي تضر في البيئة ليس فقط في عمان بل عالميا أيضا. نعم. وبناء على ما تفضلت الآن به من حديث الدكتور، بودي أيضا معرفة يعني أبرز المحاور أو العناصر التي ركزت تحديدا عليها في هذا البحث. نحن الحقيقة هذا سؤالك مكانه، ولأني السؤال الأول نحن سألناه بالبحث أي نوع من المباني نركز عليها. فدرسنا استهلاك الطاقة في المباني في عمان وعالميا، وجدنا أن المباني السكنية تستهلك ما يعادل 52% من الطاقة المستهلكة، نسبة جدا عالية. عالية 52%. نعم. تتكلم الآن بالضبط بما فيه كل القطاعات، المواصلات والصناعة وكذا. المباني السكنية تستهلك نسبة جدا عالية. زائد درسنا نمو القطاع السكني في عمان، فوجدنا أن معدل النمو المباني السكنية في عمان هو 28.5% سنويا. فالمباني السكنية تستهلك الكثير من الطاقة وتنمو بسرعة، فإذا ظلينا نبني مثل ما عم نبني الآن راح يكون استهلاك الطاقة في عمان على المدى الطويل مرتفع جدا جدا المعادلة الأساسية، لأن في زيادة على صعيدين. لذلك استهدفنا المباني السكنية بحد ذاتها. فاللي سويناه فعليا أخذنا نسميه business as usual dwelling أو فيلا، مثل ما الكومون براكتس هلا او مثل ما تنشا حاليا، وسويناها نمذجه عن طريق برامج محاكاه لنعرف استهلاك للطاقه في المناخات المختلفه في عمان. حلو، ممتاز ممتاز. وشملنا ثلاث مناخات، اللي هو المناخ الحار الرطب مثل مدينه مسقط، المناخ الحار الجاف بالبريمي، والمناخ التروبيكال وورم او مثل صلالة يعني الاستوائي أحسن. أيوة شكرا. أيوة صحراء. وسوينا النمذجة في كل هذه المناطق وطبقنا الاشتراطات الحرارية من 4 دول خليج في عمان. نعم. لحتى نشوف إمكانية توفير الطاقة إذا صار في عنا اشتراطات حرارية أو building codes نسميها يعني، أو اشتراطات بناء خاصة في عمان. فالحقيقة نتائج البحث كانت مسعدة بالنسبة لنا. وجدنا أنه ممكن توفير طاقة ما بين 13.2% و 48% في المباني السكنية إذا طبقنا اشتراطات مناسبة. نعم. إيش هي الاشتراطات دكتور؟ يعني أنت ذكرت من خلال حديثك الآن استهلاك الطاقة 52% تصل هنا في السلطنة. آلية حل هذه المشكلة كيف تكون بالضبط؟ هو الموضوع يعني علميا واضح، ما ادخل تفاصيل تقنيه، بس نعم. للمشاهد الكريم الموضوع بسيط، بكلفه ممكن تكون محدوده اثناء البناء ممكن يوفر كثير على المدى بفواتير الكهرباء على المدى الطويل. ايوه، فايت بيز باك على المدى الطويل. فاجراءات بسيطه مثل استخدام عزل حراري مناسب، مثل استخدام كاسرات شمسيه في الاتجاه الصحيح في المكان الصحيح في الكميه الصحيحه، مثل استخدام الزجاج الثنائي مع فاصل غاز بيناتهم أو فاصل هوائي بيناتهم، استخدام أنظمة تكييف صديقة للبيئة. نعم. مو مثل الأضربة اللي منتشرة حاليا مثل سبليت اللي هو استهلاكه غير بيئي، يعني الحقيقة غير مساعد لموضوع الاستدامة. وتوجيه المبنى، استخدام النباتات في المكان الصحيح حوالين المبنى،
فاستخدام أنواع معينة من النباتات في مناطق معينة حلو ممتاز يساعد على تظليل المبنى وبالتالي اكتساب حرارة أقل وبالتالي يحتاج إلى كهرباء أقل للتبريد. جميل. طيب دكتور كسؤال أخير فقط، ماذا ما بعد الفوز أساسا بهذه الجائزة، ماذا عن التطبيق الفعلي العملي أساسا لكل مجريات هذا البحث بحيث يكون واقعا ملموسا يستفاد به وليس نظريا على الورق مثل ما أسلفت في بداية حوارك الجميل هذا في برنامجنا؟ أستاذ سيف، هذا البحث هو جزء من مجموعة من الأبحاث تتم بالقسم عنا أو في الكلية في الحقيقة، تصب في نفس المسار، إيجاد أو تشجيع أو إيجاد بدائل للطاقة المستدامة. جميل. ونشر ثقافة الاستدامة. عندنا مشاريع بتشتغل على موضوع المدارس، الاستدامة في المدارس، دكتور صالح الساعدي عم بشتغل عليها، وعندنا مشاريع بتشتغل على الطاقة الشمسية ومشاريع مختلفة. فالموضوع هو بورتفوليو، موضوع متكامل. بالنسبة لهذا البحث بالذات، نحن عم نحاول تدريجيا إن شاء الله التواصل مع المؤسسات الأخرى اللي هي الديسيجن ميكرز نسميهم أو صناع القرار، بحيث يأخذوا نتائج هذا البحث ويساعدهم أو يسبورت يعني somehow التطور اللي عم بصير في عمان في هذا المجال. يعني نحن نعلم الآن في قطاعات مختلفة من الحكومة العمانية عم تشتغل على اشتراطات مباني جديدة. ونحن عم نحاول إن شاء الله ونأمل، ولقينا استعداد جدا إيجابي منهم الحقيقة، خصوصا من البلدية، بلدية مسقط، بقبول نتائج البحث واعتبارها ضمن البروسيس اللي عم سووه. جميل، وإن شاء الله بالفعل نتائج البحث تطبق على أرض الواقع يوم من الأيام بإذن الله. شكرا لك الدكتور شهم رجب العلوش، أستاذ مساعد في الهندسة المعمارية في قسم الهندسة المدنية والمعمارية بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك ونبارك لك هذا النجاح والإنجاز مرة أخرى. شكرا لكم ومباركة لي ولفريق العمل وللجامعة ولعمان. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأحباء، نستمر معكم أيضا في قهوة الصباح، نروح الآن إلى فاصل قصير وبعدها لنعود من جديد، كونوا معنا.